هاي المكونات كلها بتاخذنا على المطبخ المكسيكي شوي. لهيك اليوم رح نعمل رز على الطريقة المكسيكية. لتحضير هالطبق رح نبدأ بزيت نباتي ومنحط عليه شوي من البصل الأبيض المقطع، منحط معاهم كمان معلقة كبيرة من البندورة المقطعة والفلفل الحمرة كمان قطعناها قطع كتير صغيرة. رح أبدأ برشة ملح، وهلأ منحط عليها القرفة ومعلقة من الكمون، وأكيد رح نزيد كمان معلقة من البابريكا اللي بتعطي الطعمة وبتكمل النكهة المكسيكية للرز. وهلأ صار فيني نزل قطع الجاج. طبعاً هون نحن عم نستعمل جاجة كاملة اللي مقطعة لتمن قطع بالتساوي، هيك بيكون لكل حدا له حصة ما بتكون بتعذب بالتقطيع وبالتقديم. حطينا ملح فلفل أسود، وهلأ منحط معلقة من صلصة البندورة ورشة كزبرة خضرة. صار فينا نحط عليها المي. بهذا الوقت اللي بلش تغلي فيها الصلصة صار فينا نشيل قطع الدجاج نحطهم بالفرن ليتحمر. وهلا هون عنا الصلصة أخذت هي النكهات الطيبة من الدجاج، صار فينا نزيد عليها الرز. حنترك الرز لحتى يغلي مع الصلصة. أول ما تبلش تنشف المي رح نغطي عليه ونتركه يتهدى على النار، وبهذا الوقت بنكون حمرنا الدجاج بالفرن. بياخد معنا حوالي نص ساعة لياخد هذا اللون الحلو بعد ما نقدمهم مع بعض.